انا كنت كنخدم مع مصطفى محمح ايوا، ومن المسيرات سرجيت مع عند مجيد، كنت كنبيع ونشري في المسيره جاو تابعين النيتال لهنايا. خرجت من المسيره جوج تبعوني لهنايا للقدس، جاو دفع عليا الخدامه ديالو، زلعوا لي السلعه، تكرفصوا عليا، ضربوني. شنو كتبيع؟ السمك. شنو المشكل اللي عندكم دابا؟ واش كاين جوج شركات كيدابش بيناتهم ولا شنو المشكل هذا؟ المشكل اللي بيناتنا كنجيبو انا من حيث وليت كنخدم مع هذا السيد الجديد، ولا كيجيب لي هو المواتر والطوموبيلات من جهه والمواتر من جهه، وكل واحد من جهه، ما يخليكش تبيع وتشري. شنو وقع لكم بالضبط باش ترمى داك الحوت تزلع في الاخر؟ شنو وقع لك المشكل؟ جاو الخدامه ديالو زلعوا لي الحوت ديالي، ولاو قلبوا السلعه ديالهم هما زلعوها، وردوني انا زلعت لهم السلعه ديالهم. انا بوين عبد القادر، انا الجولة عندي للدار ودقوا عليا. شكون هما اللي جاو؟ مصطفى وواحد نسيبو جاو دقوا عليا. ملي دقوا عليا خرجت عندهم، ملي خرجت عندهم قال لي علاش ولدك يخرج عن هذوك الناس، يخرج عني ويخدم عند ذاك الناس. قلت له شنو كيخدم ولدك؟ ولدي يبيع في الحوت، كان يبيع معاهم. قلت له خدم هذه يومين خرج عنهم. ملي قلت له ولدي خليه حتى يجي، طلعنا في الهضره، قال لي شوف والله يا ولدك غير ما زولت له رجلاه كيما زولت هذوك ديال السكه. انا ما عرفت ذاك السيد هذا اللي زولوا له رجلاه، ما عرفتش شكون هو الكل. وقال لي شوف انا الله يجعل البركه تازا شاريها بالطبيب بالمحكمه بالبوليس، والله يا الاعضاء ديالي غير واطيتهم. شكون هو هذا؟ مصطفى. مصطفى اش؟ مول الحوت اللي كيدير في الحوت، انا نعرفو غير يقولوا له مصطفى. هذا اللي جا لعندي، جاو لعندي بثلاثه بهم، ثلاثة بهم جاء مصطفى واحد اخر. المهم هذوك الجوج ما كان عارفينش، ما كان عارفينش. وصل عيط لولدي الطوموبيل، وعيطوا لولدي الطوموبيل. من عيطوا له انا زولته، انا قلت له يلا نمشي، قال لي نشربوا شي قهوه وهذه. قلت له لا ما يمشيش معكم ولدي. هذيك هي فاش انا زولته، هو قال لي والله غير زولت، غير زولت له رجلاه كيما زولت هذاك ديال السبيكه. انا هذاك السبيكه ما عارفوش كاع. ايوا ومشاو بحال.